يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليكم يا باحثا عن حسين عن حسين عن حسين يا سائلا عن حسين عن حسين عن حسين هذا هو الحسين برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة مجموعة حلقات هذا هو الحسين انها محاوله لاعاده قراءه الحسين وفقا لمنهج محمد وال محمد صلوات الله عليهم بعيدا تمام البعد عن منهج المقصره البتريين مراجع النجف وكربلاء الاموات منهم والاحياء انهم في التقصير العقائدي والبتريه العقائديه على حد سواء الحلقه الثالثه بعد العاشرة والمئتين يا حسين البرنامج الذهبي انه برنامج القرية الظاهرة الامنة وفقا للمنهج اليماني الزبده الذهبيه اعرف امامك وعرف بامامك المعرفه الذهبيه امامك دينك ودينك امامك العباده الذهبيه رابط مرابطة, مرابطة الأحرار في فناء, فناء إمامك. إمامك البراءة, الذهبية البراءة الذهبية. طلق منهج, منهج أصحاب, أصحاب العمائم, العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء. طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء الخامس عشر من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضيه الكذبه الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء ومن يتفرع عنهم من أن الأمة قد صلح حالها وحسن أمرها بعد مقتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كذابون هؤلاء فإن أئمتنا أخبرونا أن الأمة بعد مقتل الحسين قد ارتدت وضلت وستبقى على ضلالها إلى يوم ظهور الحجة ابن الحسن قد سلب منها التوفيق فلا توفيق لها ولا هداية عندها انها أمة ضالة مرتدة ملعونة مشؤومة هذا هو واقع الأمة بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه لقد قتلوا بقتلك الاسلام هكذا يقول امام زماننا الحجه بن الحسن وضعت لكم في الحلقات الماضيه تطبيقات انها تطبيقات من واقعنا الشيعي المرجعي من هذا الواقع الفاسد المفسد الضال على مستوى العقيده وعلى مستوى التطبيقات العمليه في واقع حياتنا الشيعيه. التطبيق الاول محمد باقر الصدر في خمسه اجزاء. التطبيق الثاني السيستاني في خمسة أجزاء التطبيق الثالث محمد الشيرازي وهذا هو الجزء الثالث والأخير من أجزاء هذا التطبيق مر في الجزئين المتقدمين من هذا التطبيق الذي عنوانه محمد الشيرازي مر الحديث عن عقيدة محمد الشيرازي في أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يحسن القراءة والكتابة، وهذه عقيدة مكذوبة على رسول الله وملعون من اعتقد بها هكذا قال إمامنا الباقر وإمامنا الجواد صلوات الله عليهما. عقيدة محمد الشيرازي تلك العقيده المكذوبه الملعونه ملعون قائلها والذي يعتقد بها هي هي عقيده سائر مراجع النجف وكربلاء من الذين نبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون كما وصفهم امام زماننا الحجه بن الحسن صلوات الله عليه في الرساله التي بعث بها الى الشيخ المفيد في السنه العاشره بعد الاربعمائه من الهجره وحدثتكم ايضا عن عقيدته السخيفه في ان النبي صلى الله عليه واله ينتفع وترتفع درجاته بسبب صلاتنا عليه. انها اسخف العقائد واتفهها. عقيده محمد الشيرازي مع عقيده سائر مراجع النجف وكربلاء. انها حوزه السفاهه والسفهاء. انها حوزه السخف والضلال التي اسسها الطوسي. سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة ألا لعنة على حوزة النجف وكربلاء ألا لعنة على عقائدها التافهة والسخيفة ألا لعنة على ما يعتقدون به من العقائد المكذوبة على محمد وآل محمد وأئمتنا لعنوا الذين يعتقدون بها ثم انتقل الحديث الى اسخف ما قاله مراجع النجف وكربلاء من الفتيا بنجاسه دماء محمد واهل محمد والشرازي على نفس هذا المنهج الشيرازيان معا محمد وصادق وكذلك ابوهما وبقيه الشيرازيين هذه هي عقائد الضلال عقائد السخف والسفاهه والتفاهه انها عقائد محمد الشيرازي وعقائد مراجع النجف وكربلاء. وبعد ذلك عرضت بين ايديكم المنظومه العقائديه التي اثبتها هو في رسالته العمليه واثبتها اخوه. صادق صادق الشيرازي في رسالته العمليه ايضا انها منظومه اصول الدين الخمسه بينت لكم من انها منظومه عقائديه ضاله مسخ انها منظومه عقائديه اشعريه معتزليه عقيده التوحيد عند محمد الشيرازي وعند صادق الشيرازي كعقيده التوحيد عند بقيه مراجع النجف وكربلاء عقيده معتزليه شركيه واضحه الذي يعتقد بها كما يقول امامنا الرضا ليس بموحد والذي ليس بموحد اما ان يكون مشركا واما ان يكون كافرا، تلك هي عقيده محمد الشيرازي كعقيده سائر مراجع النجف وكربلاء. وهذه المنظومه العقائديه الضاله لا تؤمن بامامه فاطمه، تنكر امامه فاطمه. ولا تجعل لعقيده الرجعه اساسا واصلا ثابتا تبنى عليه منظومه عقيدتنا الشيعيه هذه المطالب مرت علينا في الحلقتين الماضيتين انها عقائد الضلال الشيرازيه ضلال محمد الشيرازي مع اخيه صادق الشيرازي وهو ضلال مراجع النجف وكربلاء بنفسه وبعينه تماما وكمالا. نذهب الى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه واله سياتي زمان على امتي لا يبقى من القران الا رسمه ولا من الاسلام الا اسم يسمون به وهم ابعد الناس منه مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج اثنى عشر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائد قلت خاص أو عام قال عام يسمع كل قوم بلسانه قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه قال لا يدعهم ابليس حتى ينادي في اخر الليل فيشكك الناس من اوضح ملامح منهج محمد الشيرازي هو نقضه لبيعه الغدير وهذه القضيه ليست خاصه بمحمد الشيرازي انه منهج حوزه الطوسي ومحمد الشيرازي احد المراجع الذين هم على هذا المنهج فكل مراجع منهج الطوسي كلهم من اولهم الى اخرهم ناقضون لبيعه الغدير الطوسي اساسا هو مصداق مباشر لما قاله امام زماننا في رسالته للشيخ المفيد وهو يخاطب اكثر مراجع الشيعه اكثر علماء الشيعه انذاك والطوسي على راسهم الطوسي من ابرزهم حيث يقول صاحب الامر في رسالته الى المفيد مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون محمد الشيرازي هو احد مصاديقي هذا المضمون الذي ورد في رساله صاحب الامر الى الشيخ المفيد مثلما السيستاني كذلك مثلما الخوئي كذلك مثلما محمد باقر الصدر كذلك وهكذا بقيه المراجع منذ زمان الطوسي والى يومنا هذا ناقضون لبيعه الغدير كتبهم داله على ذلك دروسهم عقائدهم الشخصيه التي يحملونها ويعتقدون بها تلامذتهم ابناؤهم وكلاؤهم هم الذين ينقلون لنا عقائدهم الشخصيه الضاله مصداق واضح على نقض محمد الشيرازي لبيعه الغدير هو هذا تفسيره تقريب القرآن إلى الأذهان فمثلما نقض الطوسي بيعة الغدير في تفسيره التبيان وكذلك الطبرسي في تفسيره مجمع البيان وكذلك الطباطبائي في تفسيره الميزان وكذلك الخوئي في تفسيره البيان إلى البقية الباقية فها هو محمد الشيرازي ينقض بيعه الغدير في تفسيره هذا تقريب القران الى الاذهان هذا تفسير محمد الشيرازي وهذا هو الجزء الاول من طبعه دار العلوم بيروت لبنان انها الطبعه الثانيه 2011 ميلادي أخذ مثالا على ذلك صفحة 103 ما جاء في تفسير بدايات سورة البقرة بعد البسملة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب ماذا فسر محمد الشيرازي في تفسيره؟ صفحة 103 إنه الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إلى مواصفاتها ذلك الكتاب والإشارة بالبعيد والإشارة بالبعيد بقول القرآن ذلك فذلك يشار بها بهذا التعبير الى البعيد ذلك الكتاب والإشارة بالبعيد للإشارة الى كون القرآن سامي المقام عالي المنزلة لا ريب فيه ليس محلا للريب وإن ارتاب فيه الكفار كما أن النهار لا ريب فيه وإن ارتاب فيه السفسطائيون ولا ريب فيه صفة للكتاب هدى للمتقين صفة بعد صفة أي أن هذا القرآن والحديث عن القرآن المكتوب في المصحف أي أن هذا القرآن هداية لمن اتقى وخاف من التردي فإنه هو الذي يهتدي بالقرآن وإن كان القرآن صالحا لأن يهدي الكل هذا كل ما ذكره محمد الشيرازي في تفسير ذلك الكتاب مع ان ابسط نظره لما جاء في هذا التعبير تؤدي الى نتيجه واضحه من ان الاشاره هنا ليست للقران ليس من المنطقي ان يشار الى القران بذلك ذلك الكتاب في مكان بعيد فكيف يقول ذلك الكتاب وهو يتحدث عن الكتاب القريب فالقران لا يتحدث عن الايات التي هي في المصحف انا لا اريد ان اطيل المقام في بيان هذه الايات انما جئت بها مثالا على نقض محمد الشيرازي لبيعه الغدير لاننا في بيعه الغدير بايعنا ان ناخذ التفسير من علي وال علي فحينما ناخذ التفسير من غير علي وال علي فاننا قد نقضنا بيعه الغدير هذا هو تفسير القمي جامع من جوامع الاحاديث التفسيريه من تفسير علي وآل علي صلوات الله عليهم هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الثالثة والثلاثين في تفسير ذلك الكتاب بسنده بسند القمي علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه بسنده عن ابي بصير عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال الكتاب علي ذلك الكتاب القران المصحف هنا يشير الى علي قال الكتاب علي عليه السلام لا شك فيه هدى للمتقين قال بيان لشيعتنا الى اخر ما جاء في حديث امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذا مثال اذا اردنا ان نستمر مع محمد الشيرازي في تفسيره فان الاغلب الاعظم الاعظم من تفسيره هذا يناقض وينافر ويخالف ما جاء عن علي وال علي في تفسير قرانهم وهذا هو حال جميع مراجع النجف وكربلاء هذا هو حال جميع مفسري الشيعه باستثناء الذين جمعوا الاحاديث التفسيريه في كتب خصصوها لذلك وما هي بتفسير لهم كتفسير القمي مثلا فهذا ما هو بتفسير للقمي هذا عنوان للكتاب انه جامع من جوامع الاحاديث التفسيريه اما غير هؤلاء من الذين كتبوا في تفسير القران فانهم نقضوا بيعه الغدير حالهم كحال محمد الشيرازي وحال محمد الشيرازي كحالهم فاكثر واغلب واعظم ما اثبتوه في كتب التفسير هذه مناقض منافر مخالف لما عليه محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا مثال فمحمد الشيرازي فسر الكتاب بالمصحف وصادق فسر الكتاب بعلي صلوات الله وسلامه عليه هذا نقد لبيعة الغدير أو لا ماذا تقولون أنتم حتى اذا اردنا ان نذكر وجها من وجوه الايه في ان الكتاب المراد منه المصحف لابد ان نشير الى ان الوجه الحقيقي وان المطلع الحقيقي لهذه الايه في معنى الكتاب هو علي صلوات الله وسلامه عليه وهذا ما لم يفعله الشيرازي وما لم يفعله الاخرون ايضا ممن كتبوا في التفسير حتى الذين ذكروا الروايه هذه ذكروها في حاشيه المطلب لم يجعلوها التفسير الاصلي الحقيقي عمليه نقض واضح وصريح لبيعه الغدير يطبقه وينفذه محمد الشيرازي في تفسيره حاله في ذلك حال سائر مفسري الشيعه الذين نقضوا بيعه الغدير هؤلاء هم علماؤكم ومراجعكم وهؤلاء هم مفسروكم الذين فسروا القرآن بطريقة نقضوا فيها بيعة الغدير القضية لا تقف عند هذا الحد لا تقف عند مخالفتهم لتفسير علي وأهل علي محمد الشيرازي حاله حال محمد باقر الصدر مثلما كان محمد باقر الصدر غاطسا في قذارات القطبيين محمد الشيرازي كان غاطسا في قذارات القطبيين ومثلما غطس محمد باقر الصدر تلامذته معه في الفكر القطبي النجس وغطس معه الكثير من الشيعة ممن تعلقوا بشخصه واعتنقوا عقيدته وتمسكوا بفكره كذلك محمد الشيرازي فحل الامر نفسه وها هو يطالب تلامذته واصدقاءه يطالب خطباء المنبر الحسيني ان يحفظوا فكرة سيد قطب في تفسيره للقرآن وللآيات الكريمة وأن يحفظوا تفسيره وأن يذكروا ذلك للشيعة في المجالس الحسينية يوميا يوميا على منابرهم ويقال لهؤلاء خطباء حسينيون هذا هو المنهج القذر الذي عليه خطباء النجف وخطباء كربلاء انه منهج القذارة ومنهج النجاسة القطبية ألا لعنة على سيد قطب ألا لعنة عليه الا لعنه دائمه وبيله في كل صباح ومساء على ذلك الكائن الناصبي القذر النجس انه سيد قطب نذهب الى فاصل No, i say

محمد الشيرازي هكذا يقول اكو كتابان كلاهما جميلان من اجمل الكتب في الحقيقه واني اوصي الاصدقاء بمطالعه الكتابين مره ومره ومره, ومرة وحفظ الكتابين حتى حسب الممكن الكتاب الاول اسمه مشاهد القيامه في القران وهو كتاب معروف لسيد قطب هو يقول واني اوصي الاصدقاء بمطالعه الكتابين هذا هو الكتاب الاول يوصي بمطالعته مرة ومرة ومرة وحفظ الكتابين ويوصي بحفظه الكتاب الاول اسمه مشاهد القيامة في القرآن وهو لسيد قطب وماذا يقول وما علينا بمؤلف الكتاب لأن عليا عليه الصلاة والسلام يقول انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال يا محمد الشيرازي أولا هذا الكلام ليس في باب العقيدة هذا في الحكمة العامة مثلما ناخذ الحكمه والتجارب النافعه من سائر الامم المتقدمه والمثقفه والمتعلمه والمتطوره هذا ليس في باب العقيده فهل اخذ عقيدتي من يهودي مثلا وفقا لهذه القاعده انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال ما هذا المنطق يا محمد الشيرازي انتم ماذا تفقهون يا مراجع الشيعه الامير قال هذا الكلام ولكنه قاله في هذا الاتجاه في اتجاه ان ناخذ الحكمه والثقافه والفائده والمنفعه من الاخرين بغض النظر عن دينهم عن شخصياتهم لكن لا في باب العقيده طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا هذه رساله امام زماننا الى الشيعه فما هذا الهراء وما هذا الخراء يا محمد الشيرازي انا لا استغرب ذلك منك فهذا المنطق منطق مراجع حوزه الطوسي انت وغيرك ترددون هذا الكلام حينما ياتي الكلام من النواصب لكن حينما ياتي الكلام في روايات واحاديث اهل البيت تسلطون قذارات علم الرجال على تلك الروايات والاحاديث وصلنا الى فاصل اذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينه لندن بعد الفاصل اعود اليكم